أسماء الملائكة وأعمالهم. ذكر الله تعالى الملائكة في القرآن الكريم بسياقات متعددة، فتارة تذكر مقرونة باسمه سبحانه وتعالى، وتارة باتصالها بصلاته، وتارة أخرى بإضافتها إلى الله في مواضع التشريف، كما ذكرت في بيان وظائفها كحملهم للعرش مثلا. وذكرت أيضا مرتبطة بصفاتهم من طهارة وعلو وعدم فتور عن عبادة الله وغيرها من الصفات. أما بالنسبة إلى عدد الملائكة فهو أمر غير معلوم، إلا أن المعلوم أن عددهم كبير جدا جدا. ومن أبرز الأدلة على ذلك ما روي عن حكيم بن حزام عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تنط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. أسماء الأفراد من الملائكة. أوكل الله سبحانه عدد من المهام إلى الملائكة، والمعلوم من أسماء الملائكة وأعمالهم الواردة في القرآن الكريم جبريل، وقد ذكر بعدة ألقاب وأسماء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، منها روح القدس والناموس الأكبر. وذكر في السنة النبوية بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله وعن رسوله. وروي الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ومهمته تبليغ الوحي، إذ تعد الملائكة الواسطة بين الله ورسله في إيصال الكتب وتبليغ التشريعات والأوامر، والملك جبريل عليه السلام هو من كلف بهذه المهمة. ميكائيل، وهو من الملائكة المقربين من الله سبحانه، وقد كلفه بعدة وظائف، منها أنه مكلف بالمطر، إلى جانب توفيق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخير والمشاركة معه في القتال. فقد صح الخبر أن جبريل وميكائيل شاركا مع المسلمين في غزوة أحد، فقد أخرج مسلم فيما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض، ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. إسرافيل، وقد كلفه الله بالنفخ في الصور مرتين، النفخة الأولى ويموت فيها بأمر الله من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والنفخة الثانية للبعث مرة أخرى إلى الحياة بعد الموت. قال الله تعالى: ونفخ في الصور مصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ملك الموت، وهو آخر المخلوقات موتا، فهو موكل بقبض أرواح الناس عند الموت، وقد ثبت ذلك في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وتجدر الإشارة إلى أن ملك الموت لم ترد له تسمية في القرآن أو في السنة، أما تسميته بعزرائيل فليس لها أصل. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الأرحام، ودليله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. ملك الجبال، ومهمته تولي أمر الجبال، فالجبال لها ملائكة مسؤولة عنها تنفذ ما يأمرها الله به. ودليل ذلك ما ورد من قول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي بما ثبت في صحيح البخاري: قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ملك القبر، وقد وردت في بعض الآثار تسميتهما بمنكر ونكير، ومهمتهما سؤال الميت في قبره، ودليل ذلك ما روي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. مالك. يعد مالك من جملة الملائكة المسؤولين عن النار، وهو مقدم عليهم. قال الله سبحانه عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وأخيرا الملكين هاروت وماروت، ورد الاسمان في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.